نددت أسر ومنظمات غير حكومية تونسية بحملة اعتقالات وصفتها بالعشوائية لمئات الأشخاص في تونس أثناء اندلاع اضطرابات ليلية في أحياء شعبية. وكشفت هذه المنظمات والنقابات بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين عن أن قوات الأمن أوقفت 1000 شخص ونددت بالتعامل الأمني العنيف وبالاعتقالات العشوائية التي لن تؤدي إلا إلى تغذية الغضب حسب تعبيرها. دين الطالبة في المعهد الثانوي من داخل المنزل. علاش انت بدز الباب؟ فيما يتعلق بالاعتقالات، هناك عدد كبير نسبيا، ليس لدينا أرقام دقيقة من وزارة الداخلية. وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا وما تم إبلاغنا به، فقد اعتقلوا نحو 1000 شخص في جميع أنحاء البلاد، 30% منهم قصار. إحداث أعمال شغب وتكسير واقتحامات، تهم وجهت للمعتقلين، لكن الخطر يتزايد مع الخوف من اتخاذ تدابير مكافحة الشغب وسيلة للحد من حريات وحقوق ناضلت تونس لأجلها أعواما. نرحب معنا من تونس بأميمة المهدي، وهي منسقة مشاريع في منظمة محامون بلا حدود. أهلا وسهلا بك أميمة معنا. أنتم في منظمة محامون بلا حدود أكدتم أن الملفات المتعلقة بالاعتقالات تشوبها الكثير من الخروقات الإجرائية الجسيمة. ما هي هذه الخروقات؟ خروقات عدة الحقيقة. أول حاجة نشكرك على الدعوة. الخروقات عدة، نبدأ أول حاجة بالإيقافات العشوائية. هي إيقافات عشوائية تم في النهار، ما تمش في الليل وقت اللي تصير الأحداث، قاعدة تم في النهار على ناس ان توكا العائلات شنو يحكيو، انه ما عندهمش حتى علاقة بالأحداث الليلية، ويتم توجيه لهم توجيه عدة اتهامات ما عندهاش حتى علاقة بالأحداث اللي صارت في الليل. دونك إيقافات عشوائية أول حاجة، مداهمات للمنازل بدون أي أذن من وكيل الجمهورية، بدون أي إذن قانوني، إيداعات، إيداع بالسجن، بطاقات الإيداع وقرارات بالإيداع بدون أي أذن من عند وكيل الجمهورية، خرق جسيم لإجراءات الاحتفاظ والإيقاف وحتى الاستماع ومعناها تدوين المحاضر عند الاستماع. دونك خروقات جسيمة، انتهاكات كبيرة في حق الناس اللي قاعدة تتوقف. إذا كان حد يعطي التفاصيل، فإنه مثلا في الإيقاف من حق، نعم لو سمحت لي لنفهم هذه الفكرة، على أي أساس مثلا عند الإيقاف يعني اعتقل هؤلاء الشباب، على أي أساس تم إيقافهم أو اقتحام منازلهم، علما أن الاحتجاجات شهدت أعمال شغب، أعمال عنف، بعض المحتجين رموا بالحجارة وبالزجاجات الحارقة على قوات الأمن، بعضهم الآخر قاموا بأعمال تخريبية، تعدوا على المؤسسات المالية والمؤسسات العامة. إذن لماذا ألقي القبض على من ليس له أي ارتباط بأعمال العنف هذا؟ ساعة أول حاجة نحب نأكد عليها، اللي حتى كشي لتوا معنيش دليل ولا معنيش يعني أحداث تثبت اللي تم الاعتداء على مؤسسات الدولة. حتى الدولة يعني حتى الخطاب الحكومي لم يتطرق إلى ذلك. لكن كي نقولوا إيقافات عشوائية، لأنه ما فما حتى اتصال ولا ما فما حتى ربط بين الأشخاص اللي توقفوا وبين الاحتجاجات اللي صارت. الأشخاص اللي توقفوا في أغلبهم ما عندهم حتى علاقة بالاحتجاجات، يتم ايقافهم في ظروف يعني مثلا الاحتجاجات تكون بالليل نوقفهم في النهار، مثلا يتم ايقاف وايداع بالسجن لاشخاص مع تم ايقافهم منتصف النهار والاتهام يكون خرق حظر الجوالين اللي هو 8 متاع الليل، وبالتالي الايقافات الاحتجاجات والاتهامات ما فما حتى رابط ولا حبل ولا اي منطق يربط ما بيناتهم. هذا من جهه. من جهه ثانيه الاعداد الكبيره، يعني العدد في حد ذاته لعدد الايقافات هو رساله او حجه
الوقت اللي نقوله اليوم انه الايقافات مره اخرى ماهوش عدد رسمي، لكن فاقت الالف ايقاف ما عنده حتى علاقه مره اخرى بالعدد اللي خرج في الاحتجاجات، هو عدد مهول. ايقافات معناها قاعده تصير بطريقه سريعه جدا بدون ما يصير بحث ولا معناها انه تصير ابحاث عميقه. واليوم قاعدين نشوفوا في معناتها الدليل مره اخرى هو في المحاضر وفي محاضر اللي تم تدوينها والاتهامات اللي تم تدوينها. اليوم با اكزومبل مثلا نلقاو اشخاص تم ايقافهم على خلفيه تدوينات قاموا بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم اتهامهم باتهامات خطيره برشا، اتهامات مثلا التحريض على العصيان واتهامات اخرى اللي من حيث معناها من حيث العقوبه، عقوبه سجنيه ثقيله جدا توصل حتى 6 سنوات من اجل تدوينها فقط، ومن اجل وحتى معناتها بدون اي مشاركه في اي احتجاجات وبدون مشاركه سعود في اي كما يقولوا هما عنف او تكسير. سأعود إليك، ابقى معي لو سمحتي، لكن الآن نتوجه إلى الزميلة رانيا دريدي تطلعنا على مزيد من التفاصيل عن اعتقالات الشباب في الأيام الماضية عقب المواجهات مع قوات الشرطة. عاشت تونس خلال أعوام ما بعد الثورة تحولات وتقلبات ومصاعب سياسية واجتماعية وتحديات اقتصادية وحتى أمنية جمة، ورغم ما مثلته من استثناء وتميز بين دول الربيع العربي من حيث المسار الديمقراطي وما تحقق خصوصا في مجال الحقوق والحريات، فإن الاستحقاق الشعبي لم يكتمل بعد، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي. ولئن تحسن الوضع كثيرا فيما يتعلق بمناخ الحريات واحترام حقوق الإنسان، إلا أن منظمات حقوقية لا تزال تندد بانتهاكات في هذا المجال، انتهاكات تعددت خلال الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها البلاد. على مدى الأيام الأخيرة شهدت تونس موجة من الاحتجاجات المتفرقة عمت عدة ولايات، ومثلت الأحياء الشعبية التونسية بالأخص واجهتها. وتحولت هذه الاحتجاجات والتي اندلعت بالتزامن مع الذكرى العاشرة للثورة، تحولت إلى أعمال شغب كما وصفتها السلطات التونسية، كما أدت إلى حملة واسعة من الاعتقالات العشوائية. منظمات غير حكومية ونقابات من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين قدرت أن قوات الأمن أوقفت نحو 1000 شخص، وأن 30% على الأقل من الموقوفين هم من القُصّر. ورافق ذلك تجاوزات بالجملة وإيقافات عشوائية بحسب منظمات حقوقية، إذ تم الاحتفاظ بالأطفال بمركز الحجر الصحي التي تسبق الإيداع في السجن دون إعلام الأولياء ودون الاستماع لهم في غياب أوليائهم ودون إعلام مندوب حماية الطفولة. كما لم يتم احترام أحكام القانون 5، أي لم يتم العرض عليهم إن كانوا يريدون تكليف محامين، كما تم رفض عرض من اعتدي عليهم على الفحص الطبي. إضافة إلى أن العديد من المحاضر كان غير مرقم وتضمن معلومات عن ساعة إيقاف غير دقيقة، كما تم الاحتفاظ بأشخاص دون أذون من وكيل الجمهورية والإمضاء على المحاضر دون التمكين من الاطلاع على فحواها. وأشار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن الفئة العمرية المشار إليها في الأحداث الأخيرة تعاني من التمييز الاجتماعي، حيث أن وزارة التربية تسجل انقطاع أكثر من 100,000 تلميذ عن التعليم منذ 10 سنوات، وأن كل المؤشرات كانت تدل على أنه سيكون هناك انفجار اجتماعي، علما وأنه تم تسجيل نحو 8,000 حركة احتجاجية عام 2020. وتفيد دراسة سابقة للمنتدى من خلال عينة شملت حوالي 800 شاب إلى أن أكثر من 73% منهم يشعرون أن أصواتهم غير مسموعة من السلطات الرسمية، فيما يعتبر أكثر من 80% أن الدولة لا تنصفهم. ويرى المنتدى أن التحركات الاجتماعية التي تعيشها عدة مناطق هي ترجمة لما تعرضت وما زالت تتعرض له هذه الفئات الواسعة من عنف وعقاب جماعي
ووصمة واستمرار لسياسات الإقصاء والتفقير والتجويع. فالغضب المتصاعد يطالب بتحقيق المنجزات المرتقبة للثورة ممثلة في العدالة الاجتماعية والكرامة وفي احترام حقوق الإنسان والقضاء على الفساد. أعود إلى أميمة المهدي في تونس. أميمة، وزير الدفاع التونسي قال إن السلطات لديها معلومات تفيد بوجود عناصر وصفها بالإرهابية تستغل هذه التحركات الليلية لضرب أمن واستقرار البلاد. هل مطلوب مزيد من الشفافية من قبل وزارة الدفاع؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما الذي تنتظرونه من السلطات في تونس ومن الهيئات القضائية كذلك عقب هذه الأحكام التي صدرت بحق البعض والتي قلت قبل قليل إنها مشحفة؟ أوكي. يظهر لي في أول نقطة وزير الدفاع سمعناه الكل لما قام بالتصريح هذايا، لكن ما قدم حتى دليل على الحاجة اللي هو قالها. حتكشي لليوم الإيقافات أن توكا الأشخاص التي تم إيقافهم لم يتم اتهامهم لا بالإرهاب أو بأي جرائم إرهابية، فبالتالي هو مجرد تصريح ما عندوش ليس له أي قاعدة في على أرض الواقع. في أرض الواقع ما فما حتى حد لا متهم بالإرهاب أو سبق أن عنده معناها علاقة بهذا، على القليل ما صارش. فيما يخص الحاجة الثانية، فيما يخص معناتها تعامل السلطات أو الحاجة التعامل الأمني اللي يرتقي إلى القمع، خاصة إلى مظاهرات تمت في النهار يجب يلزم ويقف. البارح كانت فما مظاهرات مهمة في شارع حبيب بورقيبة، شفنا التواجد الأمني اللي مرعب معناها واللي مخيف، واللي ذكرنا بأيامات قديمة على الآخر أيامات الثورة، وكأنه فما معناها فما مخاوف أمنية وكأنه فما حرب ولا فما حاجة كبيرة. اليوم التعامل الأمني مع المتظاهرين ومع الاحتجاجات يلزموا ينقص شوية، يلزمنا نفهموا غضب الناس، يلزمنا نفهموا الأوضاع اللي تعيش فيهم المواطنين التوانسة، ويلزمنا نفهموا انه العباد تعبت. هذه اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه للايقافات التعسفيه اللي صارت، وبالنسبه للمخالفات، بالنسبه للانتهاكات، وبالنسبه للاجراءات القانونيه التي لم يتم احترامها، اليوم نحن كمنظمة حقوقية ننادي ونطالب المجلس الأعلى للقضاء وكذلك القضاة أنهم يقفوا على الانتهاكات هذه، يقفوا على يتم التوقف على هذه الانتهاكات، وأنه يتم أخذ بعين الاعتبار كل التجاوزات التي تم القيام بها. أشكرك جزيل الشكر أميمة المهدي، منسقة مشاريع في منظمة محامون بلا حدود من تونس، على هذه المشاركة.